مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا كلشي على خير وبخير. صباح الله. فيما كان بغيت ندير معكم شي اوديو ولا شي فيديو، تنكون مروحه. شيء طبيعي، انا مسافره والكل تعرف، لان الكل كلشي ولا متابع لطيفه فينا هي، ياك ما محبوسه ياك ما فهمتش. المهم جا الوقت اللي خصني نهضر، ما غاديش نقول بحال دائما انا ماشي من النوع اللي كنرد، انا ماشي من النوع اللي تنتكلم، انا ماشي من النوع اللي تنرد على، ولكن هذه المره شويه زاد الحد، زاد بزاف، لاني ما كنفكرش في نفسي دابا. انا زمان ما كنتش نفكر نهائيا في لطيفه رأفت، تنفكر في سمعتي، تنفكر في الناس اللي كيحبوني باش ما نعملش شي حاجه اللي تضرهم، لكن الان اول وحده كنخاف عليها وكن يعني كنخمم فيها بزاف وتنفكر فيها بزاف، وهي بنتي الماس. نهار اللي تزات الماس انتوما كتهضروا، ونهار اللي تزات الماس ما خليتوش حتى حد بنيه تعيش بسلام. ها اللي ما عندهاش باها، ها اللي سرق لها بيض، ها اللي على الزعره كولتها مع هذا اللي نايض عليه الصداع مالي، كو كانت سمراء ما نقولش كحله، ولكن زات مع انسان زعر وكيعرفوه بزاف اللي كيكتبوا عليه. نهار اللي بغي هو يبان مع بنته مرحبا به، من حقه الا مبغاش يبان. تحطات البنت معايا، علاش؟